الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها، وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم. في هذا الباب ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث التي تبين هذا الحكم، وهو الشرب من فم القربة أو نحو القربة كالقرورة ونحو ذلك. فما حكم الشرب من فم القربة والقرورة ونحو ذلك مما يشرب فيه الماء ونحوه؟ الحكم فيه كما ذكر المصنف في هذا الباب أنه منهي عنه نهي كراهة وليس نهي تحريم، وسيمر علينا في الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وبيان الحكمة والعلة التي من أجلها صار الشرب من فم القربة ونحوه مكروها. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها، متفق عليه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة، متفق عليه. هذان الحديثان، حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة، فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا كان الحكم الذي ذكره المصنف، وهو أنه مكروه كراهة تنزيه، لأنه ورد نهي. وقد مرت علينا قاعدة أن الأصل في منهيات التحريم، والأصل في الأوامر الوجوب، فهنا في هذا الباب ذكر أن النهي كراهة تنزيه لا نهي تحريم. فما الذي صرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة؟ سيمر علينا بإذن الله الحديث الذي صرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية، ومعنى اختناث الأسقية مبين أنها تكسر أفواهها. ما معنى كسر أفواه القرب والأسقية؟ ذكر أهل العلم أن المراد بها ليس الكسر الحقيقي، أن تكسر كسرا، وإنما المراد أنها تثنى ثنيا حتى يشرب منها. فهذا هو الاختناث. الاختناث هو أن تثنى ثنيا، وذلك لأن القربة إذا أراد أن يشرب منها أحد فإنه يثنيها، فهذا هو اختناثها، ثم يشرب من فم القربة. فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والعلة في النهي كما ذكرها العلم علل كثيرة، منها قالوا: أولا، لأن القرب خاصة في العهد القديم كان لا يرى ما في داخلها، فإذا أخذ الماء وصبه صبا في إناء خارج فإنه يتبين له هل هذا الماء صالح للشرب أم أن هذا الماء فيه شيء من القدر أو القذى. فهذه هي العلة الأولى. العلة الثانية أن الشرب من في القربة أنه قد يسبب الأمراض، لأن يعني مكان الشرب قد يتجمع فيه شيء من الوسخ خاصة في القرب، فعند ذلك قد يتسبب في الضرر عليه بأن يكون فيه قذاء أو يكون فيه بعض الحشرات ونحو ذلك. لأنه قد جاء في سبب هذه الأحاديث أن امرأة أو رجلا شرب من في القربة فخرجت منه حية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. وذكروا أيضا من العلل في مسألة الشرب من في القربة مباشرة أن هذا قد يستكرهه من يشرب بعده. وذكروا أيضا من العلل أن الشرب من في القربة قد يتسبب في يعني رجوع بعض الماء من فمه إلى القربة. وأيضا مما ذكروا أنه إذا شرب من القربة مباشرة، يعني في القربة مباشرة، فإنه يشرب في معٍ واحد، يعني يشربه في مرة واحدة، وهذا خلاف السنة.
إلى غير ذلك من العلل التي ذكرها العلماء في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن جميع هذه العلل أنها مرادة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا إذا فيه ضرر علمناه أو لم نعلمه. فإذا علمناه فهذا زيادة إيمان، وإذا لم نعلمه فإن الأصل أننا نؤمن ونصدق ونقول سمعنا وأطعنا أمنا وسلمنا. فهذه من العلل التي ذكرها، وقد ذكرنا منها ستة، وقد يكون هناك بعض العلل أيضا التي لم نذكرها، ولكن الواجب على المسلم أنه يسلم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية، والاختناث كما ذكرنا أنه يعني كسر فيها، وهو أنها تثنى. وقد ذكر بعض العلم أن الحديث على ظاهره اختناثها هو كسرها، الكسر الحقيقي، ويحتمل هذا ويحتمل هذا. أما الحديث الذي صرف النهي، هذا النهي الذي مر علينا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة، صرفه من التحريم إلى الكراهة، هو حديث أم ثابت. قال: وعن أم ثابت كبشة بن ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنهما قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة، فقمت إلى فيها فقطعته. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال النووي رحمه الله: وإنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرك به وتصونه عن الأنذال أو عن الابتذال. وهذا الحديث محمول على بيان الجواز، والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل، والله أعلم. إذن هذا هو الجمع: نهى النبي عن الشرب من في القربة، وهو قد شرب من في القربة صلى الله عليه وسلم، فدل على أن النهي هنا نهي كراهة، وأن الأفضل والأكمل أنه لا يشرب من في القربة مباشرة، وإنما يصب صبا في إناء خارج ثم يشرب بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من في القربة، شرب وهو قائم صلوات ربي وسلامه عليه، فيستفاد أنه يجوز أن تشرب من في القربة، ويستفاد منه الشرب قائما، وسيمر علينا التفصيل في هذه المسألة في الأبواب القادمة. وأيضا مما يستفاد من هذا الحديث أيضا أن أم ثابت لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم من في القربة ماذا فعلت؟ قامت وقطعتها، قطعت في القربة. لماذا قطعت هذا الأمر؟ من أجل أن تتبرك به، من أجل أن تتبرك به، لأنه ممن فصل من جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتبرك بمن فصل من جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم جائز وخاص للرسول، هو جائز وخاص للرسول، لا ينتقل إلى غيره. والتبرك يكون بمن فصل، يعني كعرقه كريقه صلى الله عليه وسلم، فإنه يتبرك به، شعره صلى الله عليه وسلم يتبرك به، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أنه كان كما مر علينا في حديث أنه في حجة الوداع عندما أعطى الحلاق رأسه من جهة اليمنى ثم أخذ هذا الشعر وأمر الصحابي بأن يوزعه على الناس من أجل البركة في شعر رسول الله، لأن كل ما انفصل من جسد رسول الله جاز التبرك به، ومنه ريقه الطاهر صلى الله عليه وسلم. ولذلك أم ثابت ماذا فعلت؟ قطعت في القربة حتى تحتفظ به وتتبرك به. فإذا هذه المسألة مسألة مهمة، لأنه يكون فيها خلط كبير، وذلك لأن بعضهم جر هذا إلى بقية الصالحين، فقالوا يتبرك بما فصل من أجساد الصالحين، يتبرك بريقهم بنخامهم ونحو ذلك. وقد رأينا مقاطع، ويتجر هذا خاصة عند المتصوفة، تجد يأتي عند الشيخ ويتبرك به، يجعله يتفل في يده ويمسح على وجهه، فجعله في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يتبرك بمن فصل من جسده، أما غيره فلا يفعل ذلك، بل هو من البدع المحدثة. ويدل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يفعلوا هذا مع أحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما فعلوا هذا مع الرسول فقط. ولذلك لم يفعلوا هذا لا مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا علي ولا العشر المبشرين،
ولا غير ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على أن هذا الحكم هو خاص بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم، وخاص بمن فصل، وليس التبرك بالذات، لأن الآن بعضهم انتقل من التبرك بمن فصل إلى التبرك بالذات، فتجده يتمسح بشيخه، يتمسح به ويمسح على نفسه، وهذا لا شك أنه من البدع المحدثة. وإذا اعتقد أن هذه البركة بذاتها من هذا الرجل فإن هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. فالمسألة ليست سهلة، ولذلك بعض الناس الآن والله المستعان تجده يفعل هذا من باب المزح، يأتي إلى مثلا إلى رجل ملتزم ومستقيم ونحو هذا ويتبرك به، يتمسح به من باب أنه يمزح، وهذا لا يجوز. العقيدة ما فيها مزح، الدين ما فيه مزح. لذلك الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه عندما جاءه رجل ومسح عليه يعني بقصد التبرك، غضب عليه الإمام أحمد، قال من أين لك هذا الذي تفعله، ونهره وزجره. واليوم الآن واليوم كثير من الناس يتساهل في هذا ويجعل من باب المزح ومن باب الدعابة، وهذه أمور عقيدة ما فيها مزح ولا لعب ولا دعابة. الإنسان يحافظ على دينه ولا يجعل الدين مجالاً للضحك والاستهزاء والسخرية. إذا أردت أن تضحك وتمزح امزح في غير الدين. فهذه بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب، والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.